وبالتالي التحركات اللي هي سواء في لندن او البيان الشيخ سلطان النهارده ده اعتقد انه مساله مكمله لفكره جهد الرباعيه العربيه، وفي نفس الوقت شايف انه التواصل اللي بيحصل كمان مع باقي العائلات القطريه لما تشوف ان العائلات اللي هي ليها نفوذ هناك اكثر من حوالي 12 عيله في قطر لهم نفوذ زي الألسان، فبالتالي ليست عائلة واحدة التي تحكم في قطر، ولكن هناك مصالح اقتصادية، هناك في شركة عائلات تمتلك بزنس ولها حصة كبيرة من الاقتصاد القطري. هذه العائلات أجريت عليها دراسات في الولايات المتحدة.